دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر إلى وقف تمويل الإرهاب والميليشيات الموالية لإيران. جاء ذلك بعد افتضاح أمر عدد من الرسائل الإلكترونية التي تثبت تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب عبر التواصل مع قياديين في عدد من الميليشيات الإرهابية. في ظل تنامي الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي عكس جدية الإدارة الأمريكية في مواجهة الإرهاب ومنبعه الأول إيران، وهو ما قد يرسم سيناريوهات جديدة في التعاطي المستقبلي مع نظام طهران، سواء من الولايات المتحدة نفسها أو من حلفائها ودول المنطقة بشكل عام. ومما لا شك فيه بأن النظام في الدوحة بات متورطا في دعم الإرهاب والميليشيات المتطرفة، وهو ما كان من أسباب أزمته مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من الأساس. الولايات المتحدة وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدت مرارا على دعم الدوحة للإرهاب، مشددة على أنه أمر يجب أن يتوقف في الحال. واعتبرت واشنطن دعم الدوحة لميليشيات متطرفة تابعة لإيران وبناء علاقات ودية مع قادة الميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا خطرا على أمن المنطقة. وقد دعت إدارة الرئيس ترامب دولة قطر إلى وقف تمويل الميليشيات الموالية لإيران بعد كشف تعاملات الدوحة مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط. هذه الدعوة جاءت بعد افتضاح أمر عدد من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت من مسؤولين كبار في حكومة قطر إلى قياديين في الحرس الثوري الإيراني وما يسمى حزب الله الإرهابيين. الرسائل التي نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية تؤكد أن مسؤولين كبارا في الحكومة القطرية على علاقة وطيدة وودية مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وما يسمى حزب الله، مثل قاسم سليماني وحسن نصر الله. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها مؤخرا، أفاد مسؤول قطري كبير بأن 50 مليون جنيه استرليني دفعت لقاسم سليماني في شهر إبريل من عام 2017، بينما تم دفع 25 مليون جنيه استرليني لمنظمة إرهابية طائفية عراقية. تتوالى الأدلة التي تثبت تورط نظام الدوحة في دعم الإرهاب والتطرف، ما يعرقل الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه. يبدو أن كيل الإدارة الأمريكية قد طفح مثل ما طفح كيل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قبل، فهل يعود نظام الدوحة إلى رشده؟